السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا إسماعيل من ولاية كيرلا بدولة الهند، مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنة، وأعمل في مجال التدريس، أعمل كمدرس اللغة الإنجليزية واللغة العربية. أنا جئت إليكم الآن بهذا الفيديو عشان أنا مستانس وايد بعد سماع خبر. هذا الخبر هو أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في هذه البلدة في دولة الإمارات العربية المتحدة أخذت قرارا، فهذا القرار هو أنه سيعفي جميع المقيمين ممن لا يستطيعون للعودة إلى بلدانهم من أي غرامات مالية حتى نهاية شهر ديسمبر القادم. بعد سماع هذا الخبر الحمد لله أنا سعيد جدا، لا أنا فقط، أنا أعتقد أن الكثير من المقيمين في هذه الدولة سيكونوا سعداء مثلي، عشان لأن هذا الخبر هي هذا الخبر خبر جميل جدا. إن زوجتي مثلا جاءت قدمت إلى هذه البلدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل شهرين في يناير الماضي للبحث عن عمل لها، وهي كانت تعمل في الهند في مجال الطب، لكنها حتى الآن لم تستطع للعثور على أي عمل مناسب لها في هذه الدولة. لكن بعد ذلك بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره انتشر وباء كورونا في كل دول العالم بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن الحمد لله بفضله وبكرمه لقد اتخذت حكام هذه الدولة، أنا أشكر حكام هذه الدولة على كل الإجراءات، على كل التدابير الوقائية اللي أخذت. لقد اتخذوا إجراءات وتدابير وقائية لاحتواء هذا الوباء، لاحتواء فيروس كورونا. أنا أشكرهم جميعا، أنا أشكر مواطني هذه الدولة على كل الدعم اللي يعطون للهنود ولكل المقيمين من شتى دول العالم. فإن هذه الدولة لقد أخذت قبل يومين هذا القرار لإعفاء المقيمين من أي غرامات مالية. هذا شيء كبير جدا، أنا لا أدري كيف أقول، كيف أشكركم على هذه النعمة، على هذا الخبر. أنا الحين بس عندي أن أدعو لكم، أنا أدعو لهذه الدولة، أدعو لحكامها والمقيمين فيها ومواطنيها وللإماراتيين جميعا. اللهم احفظنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.